كنا نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من بيروت من الضاحية الجنوبية. رأينا قبل قليل انفجارات في موقع الغارات السابقة، لا ندري إذا كانت غارات صباح الخير جديدة استاذ أم أنها تداعيات للغارة السابقة والانفجارات، ورأينا ألسنة اللهب ترتفع في السماء. والآن نتابع هذه صباح الصور الخير استاذ التي وردت إلينا قبل قليل عن هذه الغارات، نشاهد النيران في الأفق وكذلك هذه الأبنية، هذه الأنقاض وهذه الأبنية المتهدمة في ضاحية بيروت الجنوبية نتيجة لغارات إسرائيلية قبل قليل. يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف من خلالها أهدافا محددة في ضاحية بيروت الجنوبية. هذه الغارة حدثت من دون إنذار سابق أو من دون أوامر إخلاء، وهي في الغالب يكون الهدف منها اغتيال شخصيات محددة وتحدث بطريقة فجائية من دون إنذار سابق. نرى أكوام من الركام نتيجة لهذه الغارات الجديدة على ضاحية بيروت الجنوبية شنها طيران الجيش الإسرائيلي، رأينا قبل قليل كذلك انفجارات في سماء ضاحية بيروت الجنوبية نتيجة لهذه الغارات الجديدة للجيش الإسرائيلي كما يقول على أهداف محددة داخل أو في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية. التلفزيون العربي.